بجولة الشواطئ مع اتصالات المغرب. السلام عليكم، مرحبا بكم في يوميات جولة الشواطئ. احنا دائما في مدينة سعيدية. صراحة هذه المدينة هذه دوزنا فيها 3 ايام، علاش؟ لانها مدينة جميلة بزاف وجذابة. دوزنا النهار الاول والنهار الثاني، شفنا فيه مجموعة من الاشياء ومجموعة من الانشطة. غادي نخليكم تمشيو معنا للفيلاج ديال الجولة باش نكتشفوا اشنو وقع تما. دابا الهدف ديال الجولة هي توعية الأطفال والناس للحفاظ على البيئة. أنجز بحال هكا يقدر يخلينا كاملين نحافظوا على البيئة ونحافظوا على الشواطئ ديالنا. من بين الأنشطة اللي في فيلاج جولة، ورشة الألعاب السحرية، ولكن شطها السي صلاح الدين. لاباس عليك. أهلا وسهلا. السي صلاح الدين كيعلم الأطفال لي توغ دو ماجي. بغيتك اليوم تعلمني شي توغ يكون واحد. صافي بليزير. واحد 100 درهم. شنو هو؟ 100 درهم. وين لقيتها؟ 100 درهم باغي تتعلم. شوف وترد. أفواغ. أفواغ. هاد لوبيي جو في بليي كوم سا. كوم فوايي. جو لو روبلي. كيف حالك؟ غتولي 4000. وي غتولي 4000.